قراء ومشاهدي الموقع الإلكتروني مساء الجيرة، ارتأى الموقع أن يفتح اليوم ملفا من الملفات التي طالها النسيان بجهة الرباط صلاة زمور زهير. ملف اليوم يتعلق بمحور الأبطال الذين يمارسون بتراب جهة الرباط صلاة زمور زهير وتألق وطنيا ودوليا، إلا أن الجهات المعنية لم توليهم المزيد من العناية والاهتمام. نستضيف البطل العالمي في رياضة الجيدو السيد سعيد دويعسي، بطل العالم في رياضة الجيدو والسامبا وفنون الحرب بصفة عامة. سيقربنا أكثر وسيحدثنا عن مساره الرياضي. كيف بدأ المشوار يا سي سعيد الدويعسي؟ السلام عليكم. المسار ديالي بديت وانا مازال صغير بزاف، اي منذ نعومة الاظافر ديالي وانا كنمارس رياضة الجودو. مارستها تقريبا في السن ديالي 12 سنة، ومنذ الصغر ديالي وكان التعلق ديالي واضح، وكنت دائما عندي صيت في المغرب ودائما كناخد المراتب الأولى. وأعظم إنجازات ديالي أو أحسنها كانت في الفترة ديال الشباب الجونيور، هي اللي خولت لي أنني نطلع للسينيور ونكون مزيان ونحاز بدافة الألقاب في رياضة الجودو. ودرت أصناف أخرى ديال الرياضات اللي كتشابه صنف الجودو، اللي هي رياضة المصارعة لمدة سنة، وحققت فيها إنجازات جميلة لكن ما استمرتش. وجيت في سنة 2006 ومارست صنف الجوجوتسو برازيليا مع لقائي مع ستيفن غارسيا، ودانا بزاف ديال كان كيستعد شامبيون دي موند هنا في المغرب. مارست مع الجوجوتسو تقريبا لستة أشهر، استفدت منه بزاف. وفي 2008 مارست رياضة السامبو سبورتيف اللي حصلت من داك السنة وبطل المغرب، ومن داك العهد وأنا تقريبا أتربع على 10 رياضة إلى أن أكرمني الله ببطل عالمي أو بطل العالم في رياضة السامبو لسنة 2013. وتنتمنى أنا مازال كنلعب، تنتمنى المزيد إن شاء الله، ولما لا بطل العالم في جميع الأصناف اللي كنمارسها من الرياضة. اتجهت مؤخرا في 2012 لصنف الفري فايت الام ام اي، واللي كان عندي إقبال كبير فيه، ولعبت بعض البطولات وبغاو ياخذوني بعض الأندية لكن مازال ما اختاريتش. المستوى ديالي جيد فيه وكانت من عندي شي استعدادات اللي كنوجد باش نلعب بعض البطولات في الإمارات العربية، وكنوجد باش نكون واحد من المشاركين المغاربة في ديزافورس، وكنتمنى نمثل المغرب أحسن تمثيل. إذا مسيرة حافلة بالألقاب وبالعطاء. النجم ديالك بدات يستضعف منذ سنة تقريبا 2000، إذا عقد من الزمن وأنت تقدم للبلد شيء كثير. حرزت العديد من الميداليات، تحوز العديد من الدبلومات، لو تحدثنا عن الألقاب اللي حرزت عليها سي سعيد. هي الألقاب عديدة وكثيرة بزاف، خصنا الوقت بزاف باش ممكن نطلعوا عليها، وكل حدث وكل لقب عنده قصة طويلة ما يمكنش تحكى في دقائق وجيزة، ولكن غادي نذكر بعض الألقاب اللي كان خلات رسم وانطباع زوين في المخيلة ديالي. منها اللقب العالمي الأخير اللي كان في مدينة الدار البيضاء، واللي استعديت له يعني هو أول لقب ما سبقش تحاز عليه إفريقيا ولا عربيا. كانت النهاية ديالي مع الكوري،
كان نيفو عالي بزاف، ولكن بفضل الاستمرار ديالي والاصرار على انني نحقق لقب اللي بقى لي في التاريخ وفي البارماريس ديالي، والعزيمه والاصدقاء والوالدين بزاف استطعت انني ندير. وكاين لي شامبيون دافريك، لي شامبيون دافريك اللي تقريبا تعودنا عليهم سواء في جيدو او في الصومبو، والحمد لله كاين بزاف ديال الالقاب الدوليه والمباريات والدوريات الدوليه. نعم سي سعيد، انت مقبل على المشاركه في ملتقيات قاريه و بروسيا وبالقاره الافريقيه بالكاميرون، هذه المشاركات تكلفك شيء الكثير، واش هناك شي جهات مانحه لا مجالس منتخبه كالمجلس ديال سلا ولا المجلس ديال بوقناد ولا الجهه ولا الجامعه، واش هذه الجهات المانحه تتساعدك تقدم لك المساعدات من اجل المشاركه وتمثيل المغرب احسن تمثيل؟ اول شيء هاد الشخص او البطل اللي امامك عمره ما تقدا، ديرها من اي جهه، ديرها من اي جهه، كل شيء من المال الخاص. والحمد لله لولا ان الاب سهل على الله شويه ومتفهم الوضعيه وتيحب الرياضه، ما كنتش غادي نكون قدامك اساسا، كنت غنكون تنخدم باش نجيب لقمه العيش ديالي. نعطيك مثال، شامبيون دي موند خصها تبيع 7 مليون باش نكون بطل العالم من جيبي الخاص. ومنين من بعد اللقب، ليس قبل اللقب، صيفط بزاف ديال الجهات باش نستافد ولو نرجع غير المبلغ اللي خسرته، ولكن للاسف ما لقيت حتى جهه اللي تساندني وحتى جهه اللي تسول فيا من جميع الجهات، حتى انني صيفطت رساله لجلاله الملك محمد السادس، وكنظن كنت وصل بها كانت هي الوسيله الوحيده اللي نقدر نتعوض ويعوضني الله على التعب اللي درته. بالنسبه للجهه اللي تنمثلها اللي هي جهه الرباط سلاز موزعير، صيفطت العماله والولايه وما لقيتش حتى شي جواب حتى بشكرا. بالنسبه للمنطقه ديالي اللي معروف فيها واللي هي منطقه بولقنادل، اتصلت برئيس، انا اللي اتصلت بيه ماشي هو اللي اتصل بيا، رئيس عبد الصمد الزمزمي اللي تيمثلنا الان في المجلس اللي انتخبنا عليه. ما في الحديث ديالو معايا في التليفون ما تم بروب ما قالاش ليا، مارس معايا السياسة اللي هي قال لي مرحبا واجي ونشوفك وهذا، ولكني ما شافنيش وما بغاش يشوفني وما بغى وتهرب مني، ماشي غير في هذه، تهرب مني في بزاف ديال 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 البطولات اللي كانت عندي بطولة انترناسيونال الخيانة بي في روسيا، وكانت تلزمني بعض الامكانيات باش نكلي نحاز على ميدالية المغرب، وهذه من بعد البطولة العالمية اللي ما بقاش عندي حتى شي حاجة باش نوجد، وطلبت منه غير يساعدني باش نوجد وندير ميدالية للبلاد في روسيا، ولكن للاسف تهرب عليا حتى جا الموعد ديال المباريات، للاسف الشديد ما حصلتش على المرتبه اللي كنت باغي وما جبتش الميداليه للبلاد اللي تشرفها. ودابا انا في صدد استعدادات لبطوله افريقيا في صنفين ديال الرياضه، صنف الصومبو سبورتيف والصومبو كومبا في الكاميرون ان شاء الله في شهر 9 منتصف شهر 9، وكذلك مازال تنقلب على المساعدات اللي يمكن تعاوني باش نستمر. اذا مجالس المنتخبه لا تقوم بدورها، لا تولي للتنشيط الرياضي والتنشيط الثقافي الذي هو يدخل في صلب اهتماماتها حسب الميثاق الجماعي، اذا لا تقوم بالادوار المنوطه بها و تدبر الماليه المحليه في امور اخرى. الهاجس ديالكم السي سعيد الان انكم ابقيتم مرتبطا بالجذور ديالكم ابي القناديل، ومشيتوا لابي القناديل وفتحتوا تما
نادي رياضي من أجل إشعاع هذه اللعبة بالمنطقة وانتشال الأطفال والبحث عن أبطال في هذه الرياضة. سمعنا بأنه كونت مجموعة من الأبطال تما في أبي القناديل واللي تألقوا وحازوا على بطولة المغرب، لو تحدثنا في هذا الباب. كان الانتقال ديالي من مدينة سلا لمدينة منطقة أبو القنادل قديم شوية، مشيت لتما ودرست المنطقة ولقيت أن إمكانياتهم ضعيفة بزاف، لدرجة أنهم ما تعرفوش شنو هي رياضة الجودو أو السومبو أو الفري فايت أو جوجوتسو، تعرفوش الأصناف ديال الرياضة بتاتا. ولقيت تما كاين جمعيات ديال الرياضات القتالية قليلة بزاف، وطرحت الفكرة على الإخوة ديالي والأب ديالي أننا بما أننا عندنا الأرض تما وعندنا المسائل، علاش ما نديروش والدار تما، علاش ما نديروش واحد الجمعية خيرية اللي يمكن لنا نساعدوا هاد الناس أنهم يندمجوا في هاد الرياضة في هاد النوع من الرياضات، لما لا يقدروا يكونوا أبطال ويقدروا يمثلوا المغرب، ويقدروا كاينين كفاءات تما، كاينين الناس اللي عندها بنية جسمانية جيدة تقدر تدعم وتقدر توصل. دات الجمعية في 2008 وفعلا في أول سنة حققت بها نجاح، لأن أزيد من 12 المتدرب داز من الإحصائيات الجهوية ديال مدينة سلا اللي هي أصعب إحصائيات في المغرب، دازوا الناسيونال الفينال، ما ساعفهمش لحد في الفينال في السنة الأولى، لكن في السنة الثانية 4 أبطال حازوا بطولة المغرب وجوج منهم داو في الضياء. هاد الناس هادو توجهنا بهم الجماعة، جامعة أبو القنادل، توجهنا بهم الرئيس ديال الجهة ديال المنطقة، وقلنا له حنا كوننا لك أبطال، الجمعية كونت لك أبطال من مالها الخاص، مثلوا المنطقة على الصعيد المغربي وحازوا ببطولة المغرب. انا قلت له بصفتي رئيس هذه الجمعيه كنطلب انك تساعد الابطال وليس الجمعيه، قلت له انا ساعد غير الابطال وعاونهم ووعدهم حتى هما وعود كاذبه، وقال لهم اوكي ولادي شنو خصكم ليكيبمون، خصكم كذا، انا غنعاونكم الى يومنا هذا من 2008. من بعد في 2009 ارتفع عدد الابطال وارتفع عدد الممارسين اللي هما مجانا كيمارسوا هذا الرياضه، وحنا ما كنبيعوش نشوفوا في الرياضه الحمد لله. ارتفع العدد. اذا مجلس البلد ديال بوق قنادل ما تيقدمش شي منحه لهاد الابطال، ما كاينش حتى مساعده. المنحه والجمعيه ديالكم ما تيعطيش الجمعيه عمرها ما خدات درهم، وعندها بطل افريقيا وعندها بطل العالم وعندها ابطال مغاربه في جميع الاصناف، وتتنشط على مدار السنة سواء على صعيد الجامعة الملكية للجودو وفنون الحرب أو صعيد الجامعة الملكية للسومبو وفنون وطاي جوتسو، كتنشط في جميع المجالات اللي خدمتها. دفعت الملف ديالها شحال من مرة، للأسف الملف كنمشيو نقلبو عليه ما كنلقاوش كاع تيقطعوه، ولا حتى مكتب الضبط ما تيعطيكش وثيقة على انك حطيتي الملف ديالك باش يتلعبوا فيك. ما جبنا المنح على مس منين تضاريت وقع لي الضرر، سولت مع الجمعيات، حاولت نقلب على الجمعيات اللي كتستافد، واش هي كدير العمل احسن مني، واش العمل الجمعوي ديالها زايد عليا، واش كدير انشطه اكثر مني، واش كتصنع ابطال، هل هي جمعيات جاده نشيطه، واش جاده نشيطه اللي كتاخذ الاموال، والجمعيه ديالي علاش ما كتاخذش اللي كتصنع ابطال باش نعاونوهم ونزيدوهم باش يوليو ابطال افارقه وما يطيحوش بنفس الاشياء اللي طحنا فيها حنا، انعدام الدعم، لان الان ما كاينش اللي بطل اللي غيستمر بلا دعم. ما كاينش، ما تنظنش، ما كاينش كلشي ولا خصو الدعم باش يستمر باش نوصلوا للمحافل الدوليه. اذا دققتي في الموضوع، اشنو لقيتي؟ اشنو لقيت؟ ان كاينين جمعيات كيستافدوا من 5 حتى 30 مليون. واش عندها شي برنامج؟ عندها منين قلبت على ذوك الجمعيات لقيت ان هذوك الجمعيات هي الحاشيه ديال رئيس الجماعه.
هي نائب رئيس، نائب الثاني لرئيس، زوجة رئيس مع احترامي لها، ولد رئيس، ولد نائب رئيس. دايرين جمعيات، هي خلية ديال الجمعيات. هذه الخلية هي اللي كتستافد، وكتستافد مبالغ طائلة وكبيرة. انسان داير 4 الجمعيات، 5 الجمعيات، ما كينشطوش، مجمدين غير الاسم، اسم جمعية ومكتب وهمي، وما كاينش شغل وكاين فلوس وما عندهمش مقرات. قلبت على المقرات، قلبت على الفين.